الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما أن به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. أسدها الكلمة ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من شهر 11 لعام 19 و2000. في هذه الكلمة أرد على بعض البدع. راسلني بكلمات ما أنزل الله بها السلطان ويجعلونها من صلب اعتقادهم، وهو قولهم الله موجود بلا مكان. والعجيب في أمر هؤلاء أنهم تارة يقولون الله في كل مكان، وتارة يقولون الله موجود بلا مكان. ولو نظر أحدنا أو أحدهم نظرة سريعة لوجد هذا غاية التناقض. تارة يقول الله موجود بلا مكان، وتارة يقول موجود الله في كل مكان. يعني ارسوا على أحد الكلمتين، هل الله في كل مكان أو الله موجود بلا مكان؟ العجيب منهم الإباضية يقررون بأن الله موجود بلا مكان، ثم في كتابهم المعتمد مسند الربيع ينص على هذه الكلمة ويقول الله في كل مكان. فانظر إلى التناقض. لماذا هذا التناقض؟ لأن اعتقادهم ليس من كتاب الله، والله يقول عن كتابه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما كانت الجملة الأولى والجملة الثانية ليست من كتاب الله عز وجل، وجد هذا التناقض في مذهب واحد. فقولهم الله في كل مكان أثبت أن الله في مكان، بل في كل أماكن، في قولهم الله في كل مكان. ولما قال الله موجود بلا مكان ناقضوا العبارة الأولى. لماذا؟ لأن عقيدة ليست مبنية على كتاب، ليس فيه اختلاف، ليست مبنية على كتاب الله أو القرآن. فلذلك لو طالبناهم بالدليل من كتاب الله على هاتين الجملتين لم نجد في كتاب الله آية يقول الله عن نفسه إنه في كل مكان. الله في كل مكان ما في ولا آية في القرآن الله في كل مكان، كما أنه لا يوجد في كتاب الله آية يقول الله عز وجل عن نفسه الله موجود بلا مكان. فلو نظر الصغير من هؤلاء فهو يتابع كبراء وراجع فقال يا مشايخي يا أساتذتي لم أجد في كتاب الله في 30 جزء من القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لم أجد أن الله قال عن نفسي الله في كل مكان، كما لم أجد في كتاب الله عز وجل آية يقول الله عن نفسي الله موجود بلا مكان، لا هذه العبارة ولا هذه العبارة. إذا من أين جئتم بها؟ إنما جاءوا بها من أفهامهم، فاستدلوا مثلا بآيات المعية وهو معكم أينما كنتم بأن الله في كل مكان، وبعد ذلك ضاقت بهم الأرض بما رحبت حتى ينفعوا علو الله عز وجل، فقالوا لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مجانب له ولا مخالط له ولا منفصل عنه ولا متصل به. كلمات كلها ليست في القرآن. اقرأ القرآن أيها الناس، أنتم تلتزمون للإسلام. ليس في كتاب الله عز وجل أن الله قال عن نفسه لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف ولا متصل ولا... هذا كله كلام، كلام بشر، ليس في كتاب الله عز وجل. إذا نصل النتيجة وهي أن الكلام الذي يقررونه ليس من القرآن، وإنما هو من أفهامهم الخاصة. ولما كان من أفهامهم الخاصة سموا أهل أهواء، لأن لا يتكلم بالدليل يتكلم بالهوى. فلذلك أهل الأهواء أهواء، كل من يتكلم بهواء. وأما أهل السنة فأهل اتباع. وإذا احنا قلنا بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، إيتوني بآية من كتاب الله يقول الله عن نفسي أنه في كل مكان، أو آية من كتاب الله يقول عن نفسي الله موجود بلا مكان، لا هذا من القرآن ولا هذا من القرآن. طيب، هل هو من السنة؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط الله في كل مكان، كما لم يقل صلى الله عليه وسلم في حياته قط الله موجود بلا مكان، لا هذه الجملة ولا هذه الجملة، لا في حديث صحيح بل ولا في حديث ضعيف. أكثر من هذا التحدي
طيب هل قاله الصحابة؟ لم يقل الصحابة عنهم، لا المهاجر، لا الخلفاء الراشدون ولا المهاجرون ولا الأنصار ولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الله في كل مكان ولا قال الله موجود بلا مكان، لا هذه العبارة ولا العبارة. هل قالها التابعون أحد ممن تتلمذ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. نجد أن هؤلاء يقررون كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ولا عن تلاميذهم رحمه الله من التابعين ولا تابع التابعين، ومع ذلك يظنون في أنفسهم أنهم هم أهل الحق، الحق والاستقامة. سبحان الله، ألا تتفكرون؟ ألا تعقلون كيف الحق يتعدى الكتاب والسنة والصحابة والقرن الأول والثاني حتى يأتي من يقول من هوى كلمات ما أنزل الله سلطان فتكون هي الحق؟ ربنا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن كان هذا الحق إذا النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه وأصحابه رضي الله عنهم كانوا على ضلال، لأنه ما قال هذا الكلام. فإن قلتم قالوا قلنا هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فلذلك أهل السنة إذا قالوا الله جل وعلا مستوى على عرشه، لأن الله قال الرحمن على العرش مستوى، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. إذا قالوا الله في السماء قال لأن الله يقول أأمنتم من في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا نجد لأهل السنة قولا في الاعتقاد إلا واستدلوا بآية أو حديث، بينما هذا على سبيل المثال قالوا الله في كل مكان لا آية ولا حديث ولا أثر عن صاحب، الله موجود بلا مكان لا أثر لا آية ولا حديث ولا أثر عن صحابه، إذن هو من أهوائهم. فأرجو أن تكون هذه الكلمة التي الآن أسجلها تقع في موقع مؤثر في الأتباع قبل أن تقع فيه في قلوب المتبوعين، لأن عادة القضاء هذا إلا إن شاء الله بعد الرئاسة والأتباع والسمع والطاعة لا يتراجع إلا ما قل وندر. لكن أنا أكلم هؤلاء الشباب اللي اغتروا بهؤلاء، لا تكونوا كحال المشركين الأوائل، إن وجدنا أباء على أمة يتبعون مشايخهم وكبراءهم دون تفكير. قولوا لمشايخكم، يقول لعلمائكم أين في كتاب الله قال الله تعالى الله في كل مكان؟ ما في القرآن، عندكم قرآن غير القرآن اللي عندنا؟ اللي عندنا ما قال الله ذلك. وإذا عندكم آية لم ننتبه لها في هذا الجزء استخرجوها لنا، وقال الله تعالى في سورة كذا آية رقم كذا الله في كل مكان لم يقل. أين قال الله عز وجل الله موجود بلا مكان؟ لا يوجد، وإنما كل يقول تعالى المكان مخلوق، فإذا قلنا الله في مكان فهو داخل مخلوق. يعني كل فلسفات وكلام ما أنزل الله من سلطان. ربنا جل وعلا ما قال عن نفسه أنه في مكان، ولا قال عن نفسه أنه في كل مكان، وإنما قال عن نفسه أنه في السماء، يعني في العلو، يخاف ربه من فوقه وهو فوق عباده، إليه يسعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. كل كلمة نقولها، كل جملة في حق الله عز وجل إلا وهي نستدل عليه بالآية أو الحديث. لكن هذا الكلام الذي يقولونه ما عليه أدلة، وإنما هي أفهام خاصة، كما جاء إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا عنها الرحمن على العرش استوى. تحديناهم، أتونا بآية حديث، حديث ضعيف مقبول، حديث ضعيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى استولى، ما قال لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، ما قالوا. حتى أتى من المتأخرين من تعدى وتجاوز وقال استولى ثم صدقتموه، أي عقل هذا؟ أي عقل يا صغار الإباضية، يا صغار الأشاعرة، يا صغار الصوفية؟ كلام هذا. ارجعوا لكتاب الله، أن يدعوكم إلى التوبة النصوح، أن ترجع لكتاب الله عز وجل، واضمر في نفسك وأنت تخاطب هذا الشيخ الكبير قل له أريد آية أحاجز بها هذا الوهابي. فعلا سمعت مقطع الواحد وهابي، يعني تقصدون أنا مثلا، يقول ليس في كتاب الله الله في كل مكان، وليس في كتاب الله الله موجود بلا مكان، وبين العبارتين تناقض، تناقض، هو في مكان في كل مكان أو ليس في مكان؟ يا هذه يرسو على شيء، وحينئذ سيسقط شيخك أمام عينيك لتعرف أنه يعني يقودك بالباطل لا بالحق. أسأل الله الهداية لي ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.